أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها المنظمون والقائمون على الحلبة والعاملون فيها بجميع المواقع لإظهار سباق جائزة البحرين الكبرى بالصورة المشرفة التي يفتخر بها أبناء الوطن ويعتزون باستمرارها بما تشكله حلبة البحرين الدولية من قيمة وطنية تجسد جوهر الإنجاز والعطاء في الإنسان البحريني وقدرته على بلورتها في المكتسبات التي يعمل بتفان لمواصلة تطوير مستواها والبناء عليها للارتقاء إلى مستويات أعلى من النماء. جاء ذلك خلال قيام سموه بجولة في أرجاء حلبة البحرين الدولية ومرافقها، التقى فيها كبار شخصيات الفورمولا 1 والمتسابقين المخضرمين ومدراء الفرق ومتسابقيها والمنظمين وجماهير السباق، وذلك في اليوم الثاني من فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2016. وقال سموه إن الحضور الكبير وما يضفيه من روح على أجواء السباق من حماس وتفاعل مع مجريات الأيام الثلاثة من هذه الفعالية الرياضية العالمية دافع يشجع على بذل المزيد للحفاظ على ما حققته الحلبة من نجاحات وتألق منذ انطلاقتها عام 2004 كأول مستضيف لسباقات الفورمولا 1 في الشرق الأوسط.